طيب نبدأ كده. يلا يا محمد، محمد سامي، أول حاجة الجاز سين بتساوي إيه؟ إيه القانون اللي إحنا قلناه إمبارح؟ الجاز اللي هي جيب الجا الزاوية بيساوي بتساوي المقابل على الوتر، صح، الجاب بتساوي السين هتبقى المقابل على الوتر. والمقابل السين هتبقى الصاد عين. طيب أنت محتاج تجيب الصاد عين بقى، يعني ده مثلث قائم للزاوية، إحنا محتاجين نجيب الصاد عين من فيثاغورس غورس. يبقى الصاد عين ده الضلع الأصغر، مش الوتر. فهنطرح صح، سين عين من صاد، من سين صاد يبقى على طول في ثانية كده، الجذر، ثانية الجذر بتاعه هو جذر سين عين مع سين صاد. ماشي، ثانية بس الصفحة راحت، بتضايق أوي من الحركة، باجي أطلع الصفحة دي تروح مش القلم زانقينه جنب الصفحة، فباجي أدوس على القلم أروح دايسة على الصفحة تاني، حاجة مقرفة. طيب يبقى أنا هقول زي ما أنت قلت فعلا، الجذر الوتر الكبير ناقص الصغير، عشان أنا عايزة أجيب ضلع. طلع بكام بقى؟ 17 تربيع ناقص 8 تربيع 17 تربيع ناقص 8 تربيع، 17 تربيع اللي هي بالآلة غالبا بتطلع 15. 17 تربيع هتساوي طلع بكام يا هاني؟ 289 ماشي ناقص 8 بالآلة تربيع على طول، اكتب جذر 225. تربيع على ايه طول، ده الهبل؟ صح، جذر على طول، جذر 17 تربيع ناقص 8 تربيع بتطلع لك على طول الناتج 15، يعني هي اكتبها على طول على القالب. تربيع ناقص 8 تربيع ايه ده؟ سالب 47 يا ابني كتبت ايه على القالب؟ يعني وريني جذر بس، 17 تربيع ناقص 8 تربيع. كل ده تحت الجذر. ايوه، ما هو جذر 17 تربيع ناقص 8 تربيع. وريني يا قلب، وريني يا قلب، ايه بتكتب ايه غلط على الآلة؟ اكتب بقى الآلة، اكتب بقى كده، وريني اللي انت كده، اكتب اللي انت كده، الجذر 17 تربيع ناقص 8 تربيع. اه انت حاطط الجذر على ال 17 تربيع بس، هو مش على الثمانية دي. انا نوع ايه دي؟ ايه؟ نوعها ايه الآلة دي؟ تعال دي آلة من ايام القرن العشرين يا عم. بص كده، بص ايه الآلة اللي بتكتب الجذر بطريقة غريبة دي؟ بص كده الآلة الطبيعية بتعمل ايه؟ بص بس اوريك ايه الفكرة. الفكرة طلعت عندك غلط ليه؟ لأن طبيعي أنا أكتب جذر أهو، ماشي 17 تربيع ناقص 8 تربيع، بص كده كلهم بيجوا مع بعض تحت الجذر. فهمتها، الآلة بقى هتبقى كده. بتاعتك دي ما بتعملش كله تحت الجذر ليه؟ مش فاهم. 9 انا عارف ب 15 يا ابني، مش ب 9، ب 15 والله العظيم. 17 و8 صح؟ لو انت بص قالتك مش بتطلع الكلام ده هتعمل ايه؟ هتعمل زي ما انت بتعمل كده عادي، هتقول 17 تربيع تشوفها بكام، و8 تربيع 15 تشوفها بكام. ايوه عملتها، وتطرحهم عرفت بقى. اعملها. لا والله نفعت يعني، ظبطتها، دوست على الزرار عمل، ما كنتش على الزرار غلط. مش عارفة الآلة دي بتتعامل ازاي والله. ماشي يبقى طلعت 15. كمل. انت قلت بقى ان الجا سين بتساوي المقابل على الوتر، المقابل بتاع السين المقابل بتاع السن 15، 15 على 17 تمام. كمل يلا هات الباقيين. ماشي. اللي بعدي اكمل انا بقى المساله. ماشي، جاي عين هتبقى برضو نفس الكلام، عين المقام تحت 8 يبقى 8 على 17. ماشي جتا جت سين سين. هتبقى جتا سين بقى هتبقى اللي هو طب المجاور. ما تجيب الاول، ما تخليك واقف عند التسين الاول، هات حاجات التسين كلها وبعد كده تنقل للعين. هات الجتا سين مجاور على وتر، المجاور بتاعها 8 يبقى 8 على 17. تمام.
هات الظاء مقابل علم جاور بتاع السين برضه. مقابل لو 15 على 15 على 8. تمام زي الفل. انقل بقى للعين، هات الجتا بتاع العين المجاور بتاع العين. المجاور بتاع العين مجاورها 8. صح، ما عشان تقول مجاور هتبقى عين 15 على 18. اللي جاتها 15 على 17. ماشي الظا 17 ظا تبقى يعني مقابل علم هتبقى جاور. طب 8 على 15. تمام تعالوا بقى كده الأول سؤال، تعالوا أنا هحل بقى اختر اللي انتوا بتقولوا فيه، اختر عندكم مشاكل فيه. لأي زاوية حادة قياسها أ بيكون جا أ ناقص جتا أ في ظا أ بيساوي إيه؟ ممكن كذا تفكير نقدر نحل بيها المسألة. أنا ممكن أخطر على دماغي اللي أنا والله المس كانت ما فهماني إن الظا دي بتساوي المقابل على المجاور، أو أنا قلت لك برضو الجا على الجتا، يعني أنا مقسم الجا على الجتا برضو هتديني مين؟ الظا. فأنا هشيل الظا دي وأعوض عنها بإيه؟ بجا على جتا. يبقى أنت لازم تعرف المعلومة دي، ما ينفعش ما تبقاش عارفها إن الظا بتساوي الجا على كده، اكتبها عندك وقول مهم لأن المعلومة دي هتحتاجها. طيب الظاء هنشيلها ونحط مكانها ايه؟ ج أ على جتا أ. طيب الجتا أ من زمان يا جماعة، والله الطبيعي بتاعنا مش عارفة ألاقي ناس مش عارفة الكلام ده ليه، لما تضرب 3 على 5 في 5 ألاقيهم مش عارفين إن 5 تروح مع ال 5 فيها ال 3. يا جماعة ما ده مقام وده بسط هيروحوا مع بعض 5 على 5 ب 1 و3 اللي هتطلع، هي نفس الفكرة. الجتا أ مضروبة في الجا على الجتا، يبقى الجتا هتروح مع الجتا، يبقى كده المسألة ايه؟ جا أ ناقص جا أ بصفر، جا أ ناقص جا أ بإيه؟ أي حاجة ناقص المعكوس بتاعها ناقص هي هي بصفر. ها تمام يا أقول مس، تاني يا جماعة؟ في حد مش فاهمها؟ في حد مش فاهمها يا شباب؟ طيب اللي بعده، إذا كان السين والصاد زاويتين متتمتين، مش أنا قلت لك امبارح إن الزاويتين المتتمتين وكنا واخدينها قبل كده، أو لو أنا ما فكرتكش بيها يعني، المتتمتين مجموعهم 90، المتكاملتين مجموعهم 180، دول متتمتين يعني مجموعهم 90. طب ما طالما أنا قلت لك إن هما الاتنين مجموعهم 90، مش أنا قلت لك معلومة امبارح إن طالما هما الاتنين مجموعهم 90 يبقى الجا الأولى بتساوي الجتا بتاع التانية، او الجتا بتاع دي بتساوي الجتا بتاع دي، مش انا الكلام ده قلته؟ طب الجا س ب 3 على 5 يبقى الجتا ص برضه بايه؟ زيها ب 3 على 5. ليه؟ لان هما الاثنين مجموعهم 90، فطالما هما الاثنين مجموعهم 90 يبقى الجا بتاع الاولى بتساوي الجتا بتاع الثانيه بس مش اكتر. اللي بعد رقم 3، لاي زاويتين حادتين ا وباء اذا كان جا أ ج ج ا اللي هو جيب الزاويه بيساوي جيب التمام. طب ما عشان الاثنين يساووا بعض الجا تساوي الجتا يبقى مجموع الزاويتين بكام؟ ب 90. عكستها لك، ما عملتش حاجه. اللي مش فاهم حاجه يقول يا شباب، اذا كان الجا 70 بتساوي الجتا 90، ما هو الجا عشان تساوي الجتا لازم الاثنين الزاويتين يبقى يكون مجموعهم كام؟ 90. طب دي 70 يبقى س بكام؟ ب 20، عشان 70 زائد 20 90 بس كده. السؤال ده بقى حلو، السؤال ده جه في محافظات كتير جدا وفي ناس ما عرفتش تحله، وبيتحل بكذا طريقة. حد يقول لي طريقة، وعايزة حد تاني يقول لي طريقة، عايز اسمع الطرق كلها لأن هو بيتحل بكذا طريقة مش طريقة واحدة. هاي شباب، هاي شباب، الناس اللي حلت الواجب. عمار انت كنت حله صح، قول لي عملت ايه؟ وعمار في ايه صحيح؟ عمار مش ما حضرش من الاول ولا ايه؟ الناس اللي كانت حلها صح. هنا انت بعتي الواجب هنا. هنا بعتي الواجب يا هنا، مستر كنت هتوصل. يا لا هنا لسه مبعتوش، ما بعتيش الواجب ليه؟ لسه مبعتوش، ما عنديش كتاب PDF وكنت بدور عليه لسه. طب ما تقولي لي يا بنتي ابعتي كتاب PDF، ما تقولي لي بص ابعتي PDF على الجروب، ما هو معايا. لا ما انا جبته خلاص، هبعته، هبعت الواجبات.
طيب ندى، انت حليتي السؤال ده صح، حليتيه ازاي؟ هو مش وقال ال نعم قولي يا ندى الاول وبعد كده اشوف رايي ايه. ال الجاء عملتي ايه؟ طيب يا آدم حلتها ازاي يا آدم؟ ها يا آدم، يا آدم ايش حليت السؤال ده ازاي؟ الناس اللي حلينه صح برضه. انت السؤال مش باين عندي رقم كام؟ 5. الإجابة هتطلع 50. جت منين إيه؟ ده افتح على الواتساب عندي مش الصورة عندي مش باينة مش لازم تفتح الواتس يا بابا، السؤال قدامك اهو. الصورة عندي مش باينة مش باينة ليه؟ مش عارف النت ضعيف ولا الصورة عندكم واضحة يا شباب ولا لا؟ مضحك. هكتب لك انا السؤال. زاوية ألف ب 85 بيقول لك إن جاء الباء بتساوي الجتا الباء، بس بيقول لك هات زاوية جيم جتا باء. أجيب هتبقى زاوية جيم بخمسين ازاي؟ أنت عملت ايه؟ الجاهة بقى هتساوي جتا بقى يعني الاتنين زاويين متامة الاتنين ب90 على الواحدة تبقى ب45 والألف ب85 هنجمعهم على بعض ونطرح 180 ناقص ضل 130 هيطلع 50 ليه جيم. يعني هو قال يا مس امتى الاثنين يساووا بعض؟ هو عارف ان الاثنين مجموعهم ب 90، فقال هما الاثنين بيساووا بعض، الباء هي هي الباء، يبقى الباء الواحده بكام؟ ب 45، و45 90، يبقى كده جاب زاويه باء بكام؟ ب 45. كلام صح. جمع بقى ال 45 مع ال 85 وترحم من 180 ليه؟ عشان مجموع قياسات زوايا المثلث الداخله 180 درجه. كلامك صحيح. انا عايز حل تاني. ممتاز يا ادم. ايه الطريقه التانيه اللي ممكن احل بيها المساله دي؟ حد يعرف؟ حد يعرف يقول لي طريقة تانية يطلع بيها ان الجيم بتبقى 50؟ طيب اقول انا هقسم هنا على جتا ب وهقسم هنا برضو على جتا ب، يعني هقسم الطرفين على جتا ب، يبقى جا ب على جتا ب اللي هي ظا ب، جا على جتا بظا، والجتا على جتا بواحد. اروح قايله شيفت تاني عشان اجيب الزاوية ب، اللي هو الزاوية ب، مش احنا قلنا عشان اجيب الزاوية بنقول شيفت الحاجة، يبقى قياس بقى بتساوي ايه؟ اقول شيفت تاني للواحد، هتطلع لي ب 45. بس جبت الباء ب 45، يبقى اجيب الجيم بنفس الطريقة، اجمع ال 85 مع ال 45 واطرح من 180 واطلع 50. طبعا الحل الاسهل اللي ادم قاله على طول اللي هيجي في دماغك ان هما الاتنين قد بعض، يبقى دي 45 ودي 45، بس يعني الباء ب 45. السؤال اللي بعده، في حد ما فهمش يا شباب؟ في المثلث أ ب ج، إذا كان القائم في ب، يا شباب هو قال لي قائم في ب، يبقى أكيد الحرفين التانيين اللي هو أ زائد ج هما اللي بكام؟ ب 90، مش باء ب 90، يبقى الألف والباء مع بعض، الألف والجيم مع بعض ب 90، يبقى الجا أ بتساوي الجتا ج والعكس. فأنا أشيل الجتا ج دي وأحط مكانها إيه؟ جا أ. طب واحد جاء ألف زائد واحد جاء ألف يبقوا اتنين جاء ألف، بس كده. في مشكلة في الكلمتين دول؟ اللي عنده مشكلة. طب اللي بعده، المثلث أ ب ج القائم في الزاوية في ألف بيكون جيب التمام لجيب الزاوية. إيه جيب التمام؟ اللي هو الجتا يعني يا شباب، جيب التمام ده اللي هو الجتا. يقول لك لما تقسم الجتا ب على الجيب اللي هو الجا هيدينا إيه؟ مش هما قائم في الزاوية في ألف؟ يعني ب زائد ج ب 90، يعني الجا ب بتساوي الجتا ج، يعني انا ممكن اشيل الجتا ب واحط مكانها الجا ج،
يبقى جاي جيم على جاي جيم بكام؟ بواحد. أي حاجة على نفسها بإيه؟ بواحد. اللي بعد في المثلث ده الهاء واي، القائم فيه هاء، طالما قائم فيه هاء يبقى د زائد واو ب90، يبقى الجا د أو الجيب بتاع الدال بيساوي الجيب التمام بتاع واو، والعكس. فمين اللي ملوش علاقة ببعض؟ أكيد دال دي غلط، الدال والهاء ملهمش دعوة ببعض، ده بنقول الجا بتاع الدال تساوي الجتا بتاع الواو. ايه اللي جابها هنا؟ مالها أصلا واحدة ب90؟ السؤال اللي بعد، السؤال رقم 9 ده حلو، ارسم كده المثلث أ ب ج و. هو قال لك قائم في مين؟ في باء، يبقى احط عند الباء هنا قائمين زاوية قائمة. الألف جيم على البه جيم، طيب بقول لك كده روح ما ترجعش بإيدك فاضي، يعني هنقسم ألف جيم على به جيم، ما ترجعش بإيدك فاضي. أرجع إذا ما رجعش بإيدك فاضي يعني مش يعني خد الخمسة ارجع بيها على التلاتة. إيه هنروح من هنا لهنا ما ترجعش بإيدك فاضي، خد الخمسة وقسمها على التلاتة. يبقى الألف جيم يا مس، ينفع أقول الألف جيم بخمسة؟ هي الألف جيم بتساوي خمسة؟ لا، الألف جيم بتساوي خمسة وحط جنبها رمز، لأن دي نسبة وتناسب، هي نسبة ما بينهم لبعض 5 لـ3، هي مش بتساوي 5، هي نسبة. يعني الباقي جيم بتلاتة مين؟ مش بخمسة، مش بتلاتة، هي نسبة وتناسب. فلما نجيب الألف بقى من فيثاغورس هنطرح 5 تربيع، 25 ناقص 3 تسعة تبقى كام؟ 16 جذر 4، 4 مين برضه. طيب كده أنا عندي مين؟ عندي الأضلاع كلها، وعايز مين؟ عايز الظاء، الظاء بتساوي مين؟ مقابل على مجاور، المقابل 3 ميم، المجاور 4 ميم. يا مس على فكرة أنا مكتبتش ميم والمسألة طلعت معايا صح، عادي هي طلعت معاك حظا بس هي مش نسبة وتناسب، هي نسبة وتناسب، ما ينفعش تكتب لي 3 و4 بس، لازم تقول ميم، كده كده الميم هتروح مع الميم. بس أنا بفهمك الصح، إن ما ينفعش تقول الألف جيم بيساوي 5، لا هو الألف جيم ب5 ميم، لأن دي نسبة وتناسب. السؤال اللي بعده رقم 10، ده مثلث متساوي الساقين، واحنا خدنا في تانية اعدادي ان المثلث المتساوي الساقين فيه نتائج. ايه النتيجة بتاع المثلث المتساوي الساقين؟ ان لو مثلث متساوي الساقين نزل عمودي على القاعدة يبقى هينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس، فكده هينصف لي مين؟ القاعدة، يعني الستة دي هتبقى الحتة دي 3 والحتة دي 3. مش أي مثلث يا شباب بينصف القاعدة، ده عشان مثلث متساوي الساقين ونزل عمودي. طيب اجيب ازاي الف د من فيثاغورس؟ هتطلع ب4، انا اقول 5 تربيع ناقص 3 تربيع هتطلع الالف د ب4. هو عايز ايه؟ عايز الجتا ب، الجتا بتساوي مجاور على وتر، طب المجاور 3 والوتر 5 يبقى 3 على 5. السؤال اللي بعده رقم 11، كنا واخدين زمان في تانية اعدادي برضو، ايه اللي خدناه في تانية اعدادي؟ ان المتوسط، يعني ايه متوسط يا مس؟ يعني منصف القاعدة، يعني ده اسمه متوسط. ماله المتوسط؟ الخارج من الزاوية القائمة، ماله بيساوي نص طول الوتر، يعني الخمسة دي نص اليمين، نص الألف جيم، يعني الألف دي جيم كلها كام؟ ب10. يبقى أنا عرفت إن الألف جيم دي ب10 إزاي؟ من القاعدة اللي أنا خدتها في تانية إعدادي. يبقى انا لو مش عارف اللي انا خدته ومش فاكره ما هعرفش احل، هو الرياضه كده معتمد على بعض. المتوسط تكتبها، انا بفكرك بيها ليه؟ عشان بعد كده تعرفها. المتوسط الخارج من رأس القائمه بيساوي نص طول الوتر، اكتب. كل ما تقابلك حاجه من انت خدتها قبل كده اكتبها ودونها، ما تسكتش. اعرف اجيب بقى جيب من فيزا غرسه هتطلع ب8، ال10 تربيع ناقص 6 تربيع ب8 جذرها طبعا. الجاي جيم بقى مقابل على وتر 6 على 10، ايه ده؟ مفيش في الاختيارات 6 على 10، لا والله اقس، بتختصر على 2 فيها 3 على 2 فيها 5. في مشكلة في كلمتين دول؟ لا السؤال ده انت يا ادم كنت حله صح في الواجب، احب اعرف طريقتك قبل ما اقول الطريقة بتاع الحل بتاعته. الوحيد اللي كنت حله صح انت وعمار، ومحمد برضه، محمد خالد بعده كان حله صح. محمد يا خالد كنت حله ازاي السؤال رقم 12؟ انت مطلع الاجابه 2 بناء على ايه؟
السؤال ده فكرته حلوة جدا. محمد يا خالد، مس ها جبت الناتج 2 ازاي؟ بص يا شباب، انا عارفه ان في على اليوتيوب ناس بتحل الامتحانات دي والتمارين دي، وعارفه انك ممكن تنقلها على طول من غير ما تفكر هي جت منين وتعمل ازاي، وده ملوش لازمه. انت خدت الحصه فانت بتقوم نفسك، انت فهمت ما فهمتش، انت محتاج تفهم اكتر، انت محتاج تحل اكتر، محتاج تراجع اكتر الاول على الحصه وعلى السكرين شوت اللي احنا بنبعتها على الجروب قبل ما نذاكر. لكن مش هستفاد حاجة لما افتح اليوتيوب واشوف الاجابات او افتح الاجابات واشوفها، مش هستفاد حاجة. فانا لازم اعرف، ما عرفتش السؤال اسيبه، ما ندى سايباه، ما عرفتوش خلاص، حاولت فيه ما عرفتوش، ايه المشكلة؟ بس حاولت فيه. نعم يا محمد. انا حليته بطريقه بس مش عارف استحمل ولا لا، عشان قعدت بالامانه كده انت حضرتك انا مش متاكد منه. اه قولي بقى عملت ايه؟ هو انا قلت ان الف باء واو ده مثلث قائم ازاي في الف، ماشي والنقطه 6 و3 هو رسم لي اللي هو مخطط بياني، يعني معناه ان هو واقف في محور السينات النقطه الف. يعني معناه ان ب واو دي طولها 6 سم، وان ايوه الحتة دي 6 كده سم طولها 3 سم. ماشي. ايوه بالظبط كده، فبين ان دي هتبقى 3 سم ودي هتبقى 6 سم، تمام؟ فهو هنا ده هيبقى مثلث قوام الزاوية اهو، وهتبقى هنا دي 3 سم، واللي تحت دي هتبقى ب2 سم. لو ليه الحتة باتنين الصغيرة بقى؟ جبتها ما منين عشان دي ده خط، باتنين؟ دي بقى دي اللي انا جبتها توقع الصراحة، اللي هو عشان قصدي ان هو ده خط بياني، فهو 2 6 8 كده، 2 4 6 8. عشان كده قلت لحد، عشان كده قلت لحد كده مش متأكد منها. استنى بس، 2 4 6 8 دي، اتنين هو ده أربعة خط، ستة تمانية ده تمثيل بياني اللي هو هنا 2 وهنا 4 وهنا 6 وهنا 8 النقط. فين اللي هنا 4 وهنا 6؟ قولي كده، اكتبها كده، مش فاهمة والله العظيم قصدك، ما عدتش عليا دي، وريني كده، اكتب معاك القلم. اللي هو كده هنا 2 وهنا 4 وهنا 6، يبقى هنا تبقى 8. دي بقى انا دي اللي عشان كده قلت لحضرتك مش متاكد من المساله. هو انت طب مين قال لك ان الحتة دي؟ لا طبعا، ممكن تبقى 1.5، ممكن تبقى 1.3، حبكت تبقى 2. لا لا، ما عشان حبكت كده قلت لا. لحضرتك انا مش متاكد منها. ماشي يا محمد، لا طبعا كلام مش منطقي، كلام مش صحيح يا محمد. طيب غيره، آدم عملت ايه؟ آدم، المسألة دي ممكن تتحل بطريقتين يا شباب، برضو مش طريقة واحدة. قول لي يا آدم، ايوه عملت ايه؟ عملت ايه عشان تحل المسألة دي؟ ليها طريقتين، عايز اسمع كده حل من حله من الطريقتين، يمكن انت تطلع لي بطريقة تالتة. ألف واو باء، يعني دي هتبقى التلاتة دي الستة، هنعكسها عشان نجيب ألف باء وواو، هتبقى 6 على 3. تعكسها ليه؟ هو ايه اللي تعكسها 6 على 3 دي؟ انت بتقول ايه؟ يا ابني انت بتقول ايه؟ ادم بتقول ايه؟ انعكس دي؟ انعكس ايه يا ابني؟ مش فاهم. ايه بس ثانية، هو ايه ده انعكس؟ ايه اللي هنعكسها يا ادم؟ طيب حد فكر يا شباب فيها تاني؟ حد يعرف يقول لي طريقة توصل ليها؟ والله بتتحل بطريقتين، وحاجات خدناها برضو للأسف من قبل كده. فاكرين المثلثين المتشابهين؟ لما نقول لو لقينا زاويتين هنا بيساوي زاويتين هنا على الأقل، يبقى إذا المثلثين دول بيشابهوا بعض أو بيطابقوا بعض، صح؟ أيوة. طب يا شباب، مش إحنا خدنا أوكليدس؟ مش خدت اوكليدس؟ اوكليدس كان بيقول ايه؟ امتى طبق اوكليدس؟ المثلث القائم يبقى مثلث قائم ونازل عمودي، صح؟ مش ساعتها بنطبق نظرية اوكليدس او قاعدة اوكليدس، صح؟ أيوة. طب انا عايزة اجيب مين؟ تعالوا نسمي دي مثلا يا ندى، سميها ميم او لام، سميها اللي تسميه النقطة دي.
انت اللي محتاجاه بقى ميم ده يا ندى، انت كده كده عندك دي بثلاثة وعندك دي بستة، انت عارفة كده صح؟ أيوة. انت كل اللي محتاجة ميم تجيبي الحتة دي بقى ميم دي، عشان هو عايز الظاء اللي هي مقابل على مجاور. يعني انت عايز تعرفي دلوقتي المجاور بكام. طب نجيب بقى ازاي المجاور ده؟ من اكليدس. هو اكليدس كان ليه قوانين، اه والله كان ليه قوانين كتير، كان منهم قانون بيقول ان الالف ميم تربيع اللي هو في النص ده كده، ألف ميم تربيع بيساوي الحتة دي في الحتة دي، افتكرناها ندى بقى ميم في ميم واحد. ايوه بس الألف ميم تربيع بكام؟ بتلاتة سنت لكل تربيع. بقى ميم بقى ميم اللي أنا عايزاه. طب ميم واو اللي هي بستة، تلاتة في تلاتة بتسعة بتساوي بقى ميم في ستة. عايزة أنا البقى ميم مقسم منها على ستة وأقسم منها على ستة، يبقى الباء ميم من الحتة الصغننة دي ما طلعتش زي ما قال محمد باتنين، لا هي طلعت بتسعة على الستة. طيب احنا بنقول الظاء بتساوي يا مس مقابل على مجاور، المقابل تلاتة والمجاور خلاص انا جبت اللي هو تسعة على الستة، بس اقسم بقى تلاتة قسم تسعة على ستة، ثبت وغير وشقلب. تلاتة اعتبر المقام واحد، تلاتة في ستة بتمنتاشر، واحد في تسعة بتسعة، تمنتاشر على تسعة فيها الاتنين. عرفنا جت منين؟ هاي ده فهمتيها؟ أيوة يا مس. حد ما فهمهاش يا شباب عيدها تاني. يبقى هو قدام مستني معتمد على ايه؟ واحدة بس هاخد معتمد يا محمد على حاجات بناخدها من قبل كده. اخدنا اقليدس لقيناه، اخدنا فيثاغورس لقيناه، اخدنا نتائج بتاع المثلث المتساوي الساقين لقيناه، خدنا متوسط المثلث الخارج من اقصى قائمه بينسب طوله خدناه. كل حاجه انت خدتها هتلاقيها، هتلاقي بعد شويه المثلث ال 30 60 ان الضلع اللي بيقاول الزاويه 30 نص طول الوتر. انت الواجب عليك بقى تعمل ايه؟ انا عادي هسيبك تنسى، بس انا قلتها لك دلوقتي او فكرتك بيها فما ينفعش تنساها بعد كده، لان وظيفتك انك تكتب من المعلومه بعد ما انا اقولها، عشان هسالك فيها تاني وهتجيبنا تاني. اخر سؤال بقى، اذا كان الظا س بيساوي 3 على 4، الظا اللي هي مقابل على مجاور، فين المقابل؟ اهو. فين المجاور؟ اهو. بس ادي الظا س 3 على 4. بيقول لي عايز ايه؟ عايز ده صوت. طب ما انا اقدر اجيب الوتر يا مس، ما دي 3 و4 اربع، واخد الجذر يبقى 5. طب ما دي ب5 يبقى دي زيها 5. طب هو عايز مين؟ هو عايز ده صوت. فين الصاد اهي؟ بيساوي مقابل على مجاور، المقابل فين؟ اهو 4 اهو. طب المجاور فين اللي هو ده؟ 8. طب مش 4 على 8 دي ليه بتساوي ايه؟ نص. أولى تاني؟ أولى تاني يا شباب؟ نعم بس في حاجة كده في الآخر يا شباب انتوا مش فاهمينها من اللي كانت موجودة في الواجب، في حاجة مش واصلة لكم معلومة عنها. طيب نبدأ كده نحل سؤال سؤال، يلا نبدأ بمين؟ بمحمد خالد. يلا يا محمد، إذا كانت النسبة بين قياس زاويتين متكاملتين 3 إلى 5، فإن قياس الستين لكل منهم، هما الزاويتين المتكاملتين مجموعهم كام يا خالد؟ يا محمد ايه 180 صح، يبقى أنا هقول 3 س زائد 5 س بتساوي 180. 3 س زائد 5 س تمانية س، يبقى السين بكام يا محمد؟ 180 على 8 بكام؟ هنقسم 8 هنا و8 هنا تطلع بكام؟ 180 على 8 22 ونص تطلع بكام؟ 22 ونص ماشي كده جبنا السين. احنا بقى عايزين 3 سين وعايزين 5 سين، يعني هنضرب التلاتة في ال22 ونص والخمسة في ال22 ونص. بس هو عايزها بالدرجات والدقايق بالثواني، بعد ما تضربها تروح دايس على علامة الكومة، بس هتروح جايبها لك بالدرجات والدقايق والثواني. خلصت المسألة. اللي بعديها يلا يا محمد سامي، السؤال رقم 4.
إذا كانت النسبة المقياسة يتم متتمتين 3 إلى 4، فهو يخص 2 الزاوية الكبرى في القياس اللي هو أكبر واحدة فيهم، يبقى هنجيب كل واحدة فيهم الأول، يبقى الأربعة يعني هو كده عايز الأربعة، صح، فتلاتة عايز الأربعة سين. تبقى 3 س زائد 4 س بتساوي 90 عشان هما متتمتين. صح بعد كده هتبقى 3 7 س بتساوي 90، يبقى 90 على ماشي. 7 فيها ال 90 على 7 فيها ال 12 و8 من 10 و5 طب ما تكتبها كسر، هاتها قست عند دي كسر، ايه؟ سيبها كسر زي ما هي، سيبها زي ما هي 90 على 7. تمام 90 على 7، فبعد كده طيب المحاجين ضاربين هو عايز الكبيرة، يبقى فيها نضرب 4 في الأربعة في 90 على 90 على 7، 7 بس، 4 في واعملها بعد ما تجيبها كومة، 7 هيطلع لك الحاجة على بس عم تكون هتطلع 51 51 درجة و25 دقيقة و42 و42 و43 بقى كده 43 ثانية عشان انا قلت لك لو جنبيها اعلى أكتر من من ال نص 30، اعلى من، ايوه عشان الدقيقه فيها 60 ثانيه، لو اعلى هتدي 1 صح، يبقى 43 يا مس. اعلى هو من ال 30. ليه خدنا التلاتة ولا الأربعة بس؟ ليه خدنا ايه؟ احنا خدنا التلاتة ولا الأربعة ايوه وسويناهم قلنا بالتسعين. 3 س زائد 4 س ب 90، ايوه انا بحسب هو احنا عايز السؤال بتاع الضغط. تمام احنا عند الخمسة بقى لسه. يلا يا همس، سؤال رقم 5. إذا كانت النسبة بين قياسات الزوايا الداخلة للمثلث 3 و4 و7، فأوجد القياس الستيني لكل زاوية. احنا هنجمعهم، هنعمل إن هي 3 س زائد أربعة هنجمعهم ونساويهم بالكام بقى؟ مجموع زوايا الداخل المثلث كام؟ 180. صح، يلا اجمعي يا جميل. هتبقى 14 س، ايوه هنقسم على 14 في الناحيتين، ماشي، ايوه هتبقى 90، 80 على 14 مش زي تاني وجاي. ماشي. هو عمار ما حضرش الحصص اللي فاتت، وانا حاسه ان انا شفته في اول حصه ليه؟ عمار غايب النهارده يا شباب، أول حصة يا مس، كان موجود في اول الحصه صح؟ ميستي دخل أول معانا حصة الحصه ولا لا يا شباب؟ دخل معانا الرياضه في الاول، انا حاسه ان انا شفت اسمه مش عارف. حد بس يعني معاكم اول حصه، ما كانش علينا أول حصة ميستي، كانت حصة فاضية. كانش فيه اصلا، دي اول حصه يعتبر ليكم يعني. هاي يا بنتي كل ده 180 على 14، طلعت معايا 90 على 7 بس ملهاش بتاع تاني. نسيبها 90 على 7.